مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم حلقه جديده من مصر جميله الحقيقه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بيعلن حاله الحداد العام تضامنا مع القضيه الفلسطينيه وما فعله المجرمين الذين لهم تاريخ وباع في الاجرام وشديد عدم الانسانيه وليس ممكن ان يطلق عليهم لفظ بشر وهم يعني الإسرائيليين المحتلين المغتصبين لأرض عربية وهي فلسطين وفي البداية ما هوش مستجد عليهم هذا الأمر تاريخ طويل من الاجرام ومن القتل ومن سفك الدماء وخاصه استهداف الاطفال والنساء ده موجود في قاموسهم الحقيقه يعني وما حدث في المستشفى المعمداني في فلسطين من قتل الابرياء والجرحى والمساكين بلا ماوى الحقيقه دي كانت جزء مهم جدا من استراتيجيه عدو لا يعرف قيمه الانسانيه ولا يحترم اي عرف ولا اي قانون ولا اي خط من خطوط الانسانيه يعي هذا العدو انه بيفعل هذا بتدمير انسانيه ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي هو اباده جماعيه هو عقاب جماعي وبيستهدف المدنيين وليس الاستهداف هنا لحماس او العناصر اللي بتقاتلهم او 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 ده جزء مهم جدا وبالتالي الاله الاعلاميه العالميه بتقف امام او مع هذا العدو القاتل بكل قوه تزييف حقائق مجموعه من الصور اللي بينزلها النشطاء على مواقع الفيسبوك اللي احنا من اكتر رواده كل المواقع اللي, بنشتغ... اللي بنقول عليها تواصل اجتماعي كلها لما بتنزل عليها الفيديوهات دي بتتمسح على طول وفورا ويمكن على اخر اليوم ما بتلاقيهاش مجموعه من الصور البشعه اللي بتاكد وبتبين حقيقه هؤلاء المجرمين مش موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي التاريخ طويل جدا مش هننسى ابدا لما ضربوا مدرسه بحر البقر في 67 لما ضربوا مصنع ابو زعبل في ثمانية 68 مش هننسى استهدافهم ابدا للاطفال الابرياء ولا للمدنيين العزل جزء من ثقافتهم ومن تاريخهم الاجرامي ما يحدث الان في فلسطين لكن الشعب المصري والقضيه الفلسطينيه هي حجر الزاويه لدى الشعب المصري ولدى القيادة المصرية جزء مهم جدا خمسين سنة كفاح مع الشعب الفلسطيني حلول كتير جدا اتوضعت واتحطت على ترابيزة وطاولة المفاوضات منذ يمكن بداية الحركة الوطنية مع الرئيس رحمة الله عليه ياسر عرفات ثم بتتوالى بعد كده اللقاءات جزء كبير جدا من حلول كتيره حصلت كانت مصر هي السباقه وهي اللي كان ليها الرياده في هذه الحلول اتوضح حلول كتيره جدا لكن نحن امام عدو لا يحترم كلمته ولا يحترم قوانين واعراف دوليه وبالتالي جزء مهم جدا من, من من نتعامل معه الحقيقه زي ما بنقول دايما هو قاتل 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 وبالتالي كل الشعوب العربيه وكل العالم كله يعلم جيدا ما هو موقف مصر من القضيه الفلسطينيه وبالتالي مجموعه من الحقيقه البيانات قدمها الحركه او قدمتها الحركه السياسيه في مصر يمكن هنقول لحضراتكم منها جزء حزب المؤتمر وهو كلمه الرئيس تضمنت ثلاثه رسائل حاسمه ابرزها دعم القضيه الفلسطينيه والسياده المصريه خط احمر وقال الدكتور السعيد غني النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر ان كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في توقيت مهم للغاية وصفا حديث الرئيس جاء حاسما وراضعا وقويا وصفا حديث الرئيس بانه قطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدوله المصريه في الازمه او النيل من السياده المصريه. واكد ايضا النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر ان حديث الرئيس تطرق الى ثلاث موضوعات هامه وهي عدم المساس بالسياده المصريه وانها خط احمر وضروره حل الازمه الفلسطينيه عن طريق الخيار الاستراتيجي والسلام الاستراتيجي وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية ده كله كلام قاله السيد الرئيس وكان مجموعة من الرسائل مهمة جدا قدر يوضحها في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وكثير في لقاءاته الصحفية وبيانات او موقف الدوله المصريه من من هذا القضية من هذه القضيه وما يحدث فيها. ايضا بيان التيار الاصلاحي الحر يعلن تفويضه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الخطوات اللازمه لمنع تصفيه القضيه الفلسطينيه بيعلن التيار الاصلاحي الحر عن تفويضه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفيه القضيه الفلسطينيه من خلال تهجير اشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء ويشدد الطيار على رفضه التام لمثل تلك الدعوات وعلى اعتباره كل من يدعو اليها بانه يخون القضيه الفلسطينيه ويهدد الامن القومي المصري بشكل مباشر ويؤكد التيار على وقوفه الكامل خلف كافه الخطوات التي تتخذها الدوله المصريه بهذا الشان مهما كانت الاثمان التي ستدفع فالامن القومي المصري خط احمر والعبث بمقدرات الشعب المصري او محاوله اقتطاع جزء من ارضه هو امر مرفوض. جملة وتفصيلا ده جزء من الشارع السياسي في مصر لكن كمان لما تسألوا المواطنين ولما تسألوا الناس في الشارع وزي ما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال انه فكره وجود ونزول الناس لتعبير عن غضبهم عن ما يحدث في فلسطين هيكون مرعب، مش هيكون مرعب بس للمصريين او للمنطقه، ده هيكون مرعب للعالم كله، ده جزء مهم جدا من حياتنا لان القضيه الفلسطينيه هي قضيه حياه وتواجد وقضيه يجب ان تحل بالسلام والاختيار للسلام الاستراتيجي، ده جزء مهم جدا من حل هذه القضيه. ربنا يحفظ اهالينا في فلسطين ويهون عليهم وتتحل في اقرب وقت باذن الله. النهارده في مصر جميله عندنا فقرتين كالعاده زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هنتكلم طبعا عن بطوله افريقيا للرمايه وتاهل لاولمبياد باريس 2024 وهيكون ضيفي فيها كابتن محمد حمدي الحاصل على الميداليه الذهبيه في بطوله افريقيا للرمايه وصاحب الرقم القياسي عربيا وافريقيا وايضا الكابتن مجدي حافظ الحاصل على الميدالية. الميداليه الذهبيه في الزوجي المختلط ببطوله افريقيا للرمايه وهنشوف ابطالنا ازاي قدروا ان هم يحققوا هذه المراكز وجزء كبير جدا ان شاء الله من حلقتنا النهارده احنا موجودين وبنتكلم على دعم كل ابطالنا الحقيقه في كل اللعبات ورفع اسم مصر عاليا في كل المجالات ده شيء بيفرق معانا جدا ويجب ان يكون في برنامج مصر جميله ايضا كمان هنتكلم على انجازات قطاع السياحه في البحر الاحمر وهيشرفني في هذه الفقره دكتور محمد عبد العزيز عابد استاذ اداره الفنادق بكليه السياحه والفنادق وهنتكلم على البنيه الاساسيه اللي تم تطويرها هنتكلم كمان على اهتمام الدولة بالقطاع السياحي بالشكل الجديد وبالاستراتيجية الجديدة لأنه ملف مهم جدا وبيضعنا في أمور اقتصادية قوية جدا وبالتالي وضع السياحة أو مصر على الخريطة السياحية بشكل كبير واستهداف الدولة المصرية في 2028 أنه نصل إلى 30 مليون سائح مصري ده عفوا سائح عالمي ده جزء من خطة واستراتيجية الدولة في القادم باذن الله لانه بالتالي العملة الصعبة هي بتصب علي طول في الاقتصاد المصري وبالتالي مفيش اكتر من السياحة اللي تقدر توفر لنا ده بعد الفاصل ان شاء الله التقي بحضراتكم وابكم معنا هكذا هي الاوطان يعني هذه الاغنيه بتعبيراتها بألفاظها بكلماتها مصر دائما من الدول دعاة السلام ما عمرناش ابدا كنا محتلين او مغتصبين او لينا اهواء او لينا اغراض في دوله مختلفه ده على طول على طول تاريخ مصر وبالتالي في كل اغانينا في كل, كل كلامنا حتى وإحنا مع بعض هي السلام هي الكلمة الأساسية عندنا في حياتنا كلها اللي بيجوا يعيشوا معانا بيعيشوا في سلام ومصر طول عمرها دولة سلام عمرها ما هتبقى غير كده وبالتالي لما نيجي نتكلم على نقاط محددة حوالينا كلنا من دول عربية تم تفكيكها تم تفكيك جيوشها تم تدميرها كل ده احنا قارينه كويس ما يحدث الان في القضيه الفلسطينيه وتاثيره الاقتصادي علينا واحنا في وضع اقتصادي كلنا نعلم الوضع الاقتصادي المصري عامل ازاي على المستوى العالمي كمان الاوضاع الاقتصاديه عالميا ودوليا غايه في الصعوبه والقسوه وتاتي ايضا هذه القضيه فالتاثير ده هيبقى تاثير مباشر بشكل كبير طيب احنا كل امنياتنا ان احنا واقفين زي ما انا قلت لحضراتكم واقفين مع القضيه الفلسطينيه طول الوقت خمسين سنة مصر حجر زاوية في هذه القضية وبالتالي هنكون شركاء أساسيين في الحل قريب بإذن الله وبإذن الله تنتهي غمة أهالينا في فلسطين إن شاء الله بنعود في برنامج مصر جميلة وبنتكلم على جزء مهم جدا وهذا القطاع بالتأكيد سيتأثر بشكل مباشر عبر الاحداث الاخيره وهو قطاع السياحه اللي طول الوقت يعني اكتر شيء بيمس سواء في التغييرات الدوليه والسياسيه والعالميه بيتاثر قطاع السياحه في مصر لكن هناك خطط وخطط بديله بالتاكيد بتقوم بيها الدوله في هذا الاطار اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم برحب الدكتور محمد عبد العزيز عابد استاذ اداره الفنادق بكليه السياحه والفنادق اهلا بيك فندم اهلا بحضرتك منورنا من فندم مصر جميله اهلا وسهلا بحضرتك يعني قبل ما نتكلم الاحداث لانه بالتالي هياخد جزء من كلامنا لانه حدث مهم جدا جزء من تاريخ وحياه وروح المصريين هي القضيه الفلسطينيه ولم ولن نتخلى عنها ابدا الا ان شاء الله تتحل في القريب العاجل يعني. احنا هنا بنتكلم على انه القياده السياسيه اول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم جدا بهذا القطاع قطاع السياحه آه نظرا لاهميته الاقتصاديه الضخمه جدا نظرا لتوفير عمر توفير عمله صعبه وصول رسائل عده للعالم كله ان هذا الوطن امن واهلا بكم في مصر بكل حياه طوائفكم باشكالكم بدياناتكم ده بالتالي كان جزء مهم جدا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع السياحه نظرا طبعا للعاملين في هذا القطاع النهارده بنتكلم على الطفرة اللي حصلت في قطاع السياحة في الفترة الأخيرة دكتور اتفضل أه قبل ما ابتدي بس عايز يعني امتدادا للمقدمة الجميلة اللي سيادتك شكرك. تقدمت بيها وأحيي حضرتك عليها بشدة شكرك. يعني أحب أعلن عن مش تأييدي أنا لوحدي تأييد كل العاملين في القطاع السياحي لكل ما جاء في خطاب السيد الرئيس النهارده نعم. وطبعا يعني قبل ما نخش برضو في في الكلام في موضوع الحلقه ان انا باعلن والمصريين كلهم مش انا لوحدي يعني انا متاكد ان كل بيت وكل قلب مصري بينبض بي يعني بيشجب كل ما بيحدث للشعب الفلسطيني م. ويعني وننوي ببالغ الحزن كل الشهداء اللي توفوا في الفتره اللي فاتت نعم. يعني. أه اول حاجه السيد الرئيس عملها يعني وعايز اقول لحضرتك حتى لو كانت الحاجه دي هي الحاجه الوحيده م. هو الاستقرار الامني م. لان معادله السياحه لا تصلح ولا تجوز بدون صحيح. استقرار امني لا. اي دوله في العالم مهما كان فيها مناظر خلابه ومهما كان فيها خدمه ممتازه بدون استقرار امني عمر ما هيكون في سياحه فيها فالانجاز ده لوحده يكفي ان احنا نتكلم عنه الحاجه الثانيه السيد الرئيس دلوقتي هو اللي بيترأس بنفسه المجلس الاعلى للسياحه وده زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه ده ان ده يدل على مدى الاهتمام بالقطاع ده ومدى الاهتمام بالناس اللي بتشتغل فيه ومدى الاهتمام بالمخارج بتاعته لان في وقت وسيادتك سيد عارفين إن, ان القطاع ده كان بيسمى خاطرة الاقتصاد القوي صحيح وما زال إيه يعني كان يعتبر من مقدمات العملة الصعبة اللي كنا بنقدر إن إحنا نوفرها عن طريق قطاع السياحة بجانب طبعاً قناة السويس وبجانب تحويلات المصريين في الخارج نعم. وبالتالي. القطاع ده زي ما حضرتك قلت في ظل الصراعات اللي حوالينا دي كلها قد يجوز انه يتاثر احنا بنتمنى انه ما يتاثرش بنتمنى ان احنا يعني عارف حضرتك نستغل اللي بيحصل ده وان احنا نستقطب في الوقت اللي احنا فيه كل الاجازات اللي كانت المفروض انها تروح للدوله الثانيه اللي حاصل فيها المشاكل ديت اعتقد انها فرصه كويسه قوي لينا لو قدرنا نستقطب الرحلات اللي كانت رايحه على هناك انها تيجي لينا فيبقى احنا كده على الاقل قدرنا ان احنا ننعش القطاع بشكل او باخر عن طريق الرحلات اللي هتتمنع من هناك بسبب طبعا الاحداث اللي جاريه هناك. ده جزء مهم جدا هنتكلم علي منطقه البحر الاحمر مع سيادتك وطبعا احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من انواع السياحات ومن ضمنها السياحه الشاطئيه واحنا بقينا متميزين فيها الحمد لله حقيقة وقدرنا الحقيقه نضع شرم الشيخ والغردقه في مقدمه السياحه العالميه وكانت وجهه جيده جدا وما زالت الحقيقه على طول الحقيقه تاريخ لكثير من السياح على مستوى العالم يعني وبيجوا بينبهروا بالجو بالشواطئ بالخدمه الحقيقه كمان مجموعه من الفنادق الرائعه بقت موجوده في هذه الاماكن جزء كبير الحقيقه من ثقافه السياحه عندنا هي السياحه الشاطئيه من فضل حضرتك كلمني عن تطور هذه السياحه وازاي نقدر ان احنا نطورها تاني يعني انا يمكن هزود حاجه بسيطه على اللي سيادتك قلته ان السياح اللي بيجوا للمنطقه بتاعه البحر الاحمر مش بس بيستمتعوا ده ابتدوا ان هم يتجهوا للاقامه الدائمه صحيح. في المناطق دي اه في جزء كبير ابتد منهم من. من. ابتدوا فندم يتملكوا م. يعني اماكن سواء كان شقق او شاليه او فيلات في المناطق ديت وابتدوا ان هم مش عايزين يمشوا خلاص من كتر ما الجو والطبيعه وطبيعه الناس كمان خلي بال حضرتك ان طبيعه الشعب المصري المضياف بتساعدهم وبتديهم دفعه قويه جدا ان هم يجوا يقعدوا ما بيبقوش عايزين يرجعوا الدول بتاعتهم تاني الكلام اللي بقوله لحضرتك عليه ده منتشر على طول الخط بدايه من منطقه الجونه الغردقه سهل حشيش بقى فيها منتجعات كثيره بقى فيها ناس اجانب مقيمه كده مكادي مم. بعد كده في رائع الحقيقه بعد كده في المنطقه الرائعه مم. اللي هي انا بعتبرها مستقبل السياحه في مصر كلها اللي هي منطقه مرسى علم بقى فيها كمان منتجعات بقت الناس بتتملك فيها ويعني انا متوقع ان ال 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 الكلام ده هيفضل مستمر لان الناس دي كون انها اختارت انها تتملك وحدات سكنيه موجوده عندنا مم. فده معناه ان الناس دي عندها راحه نفسيه حاسه باستقرار امني حاسه باستثمار بتاعه جيد بالظبط آه. بالظبط وعارف ان هو قاعد في جو يعني معتدل طول السنه الشمس بتاعتنا المستمره اللي هم بيدوروا عليها في كل حته موجوده السلع اللي بيحتاجوها كلها موجوده والخدمات كمان زي ما حضرتك قلت ممتازه ومن الطراز الاول وبالتالي هم ما بقوش محتاجين اي حاجه تانيه زياده عن كده نعم أه بنيجي ليه طبعا احنا عندنا السياحة الشاطئية واضافت لها الدوله مره تانية السياحه الثقافيه بوجود العديد من المتاحف مصرح. في هذه المناطق متاحف الحقيقه على مستوى عالي جدا والجميل اللي عجبني في اضافه المتاحف أنها هي ليست يعني دور للعرض الاثار بس صحيح. ولكن كمان اصبحت دار للدراسات التاريخيه وموجود فيها الحقيقه مجموعه كبيره جدا من الاجابات على اسئله عن تاريخ هذا البلد العظيم كان عندها محميات طبيعية صحيح. على مستوى العالم وبالتالي جزء مهم من آه هذه الإضافات كان التسويق كلمني من فضلك عن الجزئيه دي لانه انا بشوف انه ده اخرنا كتير يعني في صحيح. دول مثلا زي اسبانيا هي لا تمتلك غير جزئين من السياحه ولكن كان وصلت ل 60 مليون سائح لكن انا بقول انه التسويق عندهم كان هو اللي رقم واحد. الجهود التسويقيه كان بيتم آه يعني عايز اقول لحضرتك آه تكلفتها ب ب بكل ما تحتاجه من تكلفه علشان تقدر انها صحيح. تواكب الاحداث اللي حاصله في كل حته وعلشان م. التطور اللي حاصل بالافكار وبكل حاجه. يمكن زي ما حضرتك قلت احنا دايما يعني بنسعى ان نبتدي نفكر خارج الصندوق شويه، ما نبتديش نفكر بالشكل التقليدي اللي احنا كنا بنفكر بيه واللي يمكن خلانا زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني حصل في بطء في عمليه التسويق لمنتجنا السياحي نعم. يعني احد الحاجات اللي انا كنت يعني طلبت بيها وناديت بيها في أكثر من برنامج نحن نبتدي نعمل مناطق سياحيه جديده وندعو الاجانب وخاصه دول غرب اوروبا والدول الاوروبيه ان هم يمتلكوا وحدات فيها م. لمده يعني قد تتراوح ما بين يعني 40 الى 80 سنه م. كل ما هقدر ان انا هحقق ان انا ابيع وحدات لدول اوروبيه كل ما انا هضمن ان الناس دي هتيجي للمكان بتاعي ولما بتيجي هو ما بيبقاش جاي هيقعد بس ما هو بيجي وبياخد الخدمات اللي موجوده حواليه كلها صحيح. وطبعا انا كنت دايما بدعو الناس كبار السن على اساس ان هم ما بقاش عندهم اللي بيربطهم بعمل وعندهم الوقت الكافي عندهم الفلوس الكافيه حتى مصاريف العلاج بتاعتهم دولهم بتغطيها بالكامل بالتامين الصحي اللي موجود ليهم نعم. وبالتالي اقدر اوفر لهم أماكن برعاية ورعاية صحية وخدمات دي حاجة من الحاجات اللي الناس كلها يعني اللي هتيجي هتربطها بمصر وخلي بال حضرتك احنا هنا بنتكلم على فترات إقامة هتطول بشكل كبير جدا عن الفترات اللي بيقضوها في الفنادق احنا بنتكلم هنا صحيح. على فتره صحيح لو انا حاجز في فندق اقصى <applause> حد هقعد فيه خمسة ايام مثلا آه. آه. الرحلات الشارتير آه عارف دي بتبقى أسبوع. من اسبوع مم. او اسبوعين مم. ولكن احنا هنا بنتكلم بقى انه هيقعد شهر ممكن يقعد شهرين مم. ممكن يقعد ثلاث آه. اشهر نعم. وبالتالي طول المده اللي هو قاعدها الاكسبنديتشرز بتاعته او اوجه الانفاق اللي هيطلع فيها الفلوس هتبقى اكتر, هتبقى أكتر وأكتر, واكتر وهيخلق لي فرص عمله اكتر وهيبقى عارف حضرتك ما عندوش اختيار انه يسافر في جهه ثانيه لانه خلاص هو بيمتلك وحده في في الحته تقريبا دكتور محمد محتاجين كان السيد وزير السياحه طلع واتكلم ان احنا محتاجين كمان اعتقد 200 ألف غرفه سياحيه عشان نوصل لرقم ال 30 مليون سائح في السنه، مظبوط يا ما شاء الله الحجوزات عندنا في مصر الحمد لله الحمد لله, لله لا زالت حتى الان م. لم تتاثر الحمد م. لله وندعو الله انها ما تتاثرش باذن م. الله ان شاء الله. بما ان احنا في البحر الاحمر وهذه المنطقه منطقه جذب في الموسم الشتوي وبيبقى فيه الحقيقه يعني وجود لجنسيات كثيره من على مستوى العالم لوجودهم طبعا م. بما تتميز به من اجواء يعني شتويه رائعه وبالتالي كلمني برضو على الجزئيه دي وازاي يتم التسويق ليها بشكل اقوى كمان شوف حضرتك يعني بدايه منطقه البحر الاحمر من المناطق ال الواعده وال واللي كل شويه بيطلع فيها منطقه جديده م. يعني لما هنيجي نتكلم على منطقه اللي هي الناحيه الثانيه من البحر الاحمر منطقه شرم الشيخ <applause> ابتدت ذهب دلوقتي تطلع وتنمو ويبقى لها المطالب والاقبال صحيح. عليها وابتدت الناس تتجه اليها والجميل كمان في منطقه دهب عايز اقول لحضرتك تنوع المنتج السياحي يعني مم. مش مش عاملين فنادق فخمه بس لا مم. معمول فنادق فخمه وفنادق متوسطه مم. ومعمول زي الـ الـ الفنادق الـ الصغيره والبانسيونات والكلام ده كله فبالتالي اوه الاقبال من الشباب بقى مم. على دهب أكتر من شرم الشيخ يمكن مم. دلوقتي مم. كذلك الحال في مدينه الغردقة يمكن المدينه الغردقه زي ما قلت لحضرتك بقت يعني بتتمتع كمان ان فيها مجتمع يعني م. لان فيها جامعه وفيها مدارس وفيها كل حاجه فبالتالي في الناس عايشه او الناس الاجانب اللي بيجوا يقعدوا فيها بيحسوا ان هو قاعدين وسط كوميونتي وبيكمل وبيعيش وبيبقى جزء وبيعيش. من من هذا المكان عايز اقول لحضرتك نعم. ان لقيت حد اجنبي في دهب واقف بيعمل اكل وبيبيعه ايوه يعني بقى وخلاص عارف حضرتك قاعد وقاعد صحيح. عايز يعمل بيزنس كمان م -م. يعني هو قاعد وسط الدوله م -م. وقاعد عايز يعمل كمان. هكذا مصر دايما أه اي جنسيه واي شعب بينصهر تماما وما بيحبش يسيبها المصري وما بيحبش يسيبها ربنا يحفظ بلدنا يا رب محمد يا رب نتمنى يا فندم شكرا جزيلا ميرسي ميرسي يا فندم بعد الفاصل ان شاء الله التقي بحضراتكم وهنتكلم على بطوله افريقيا للرمايه والتاهل لاولمبياد باريس 2024 بفضل حضراتكم ابقوا معنا